خمسة فوز أهلي، خمسة فوز صن داونز، وخمس مواجهات انتهت بالتعادل. بخلاف موضوع ان الاهلي بيشتكي اللي ممكن اتكلم عليه وتبرز فيه المؤتمر الصحفي، فالراجل اتكلم كلام فني مهم جدا عن كوكا، اللي قال انه طريقه لعب الاهلي والعناصر اللي موجوده بتخلينا نبقى رد فعل. بمعنى انه قال وجود كوكا اللي بيلعب برجليه الشمال في نص الملعب هيكون في دياجونالز كتير او كرات قطريه كتير، بمعنى وده كان السبب ان هو ذكر كوكا تحديدا، انه لعيب نص الملعب اللي بيلعب برجليه الشمال يقدر يلعب القطري كتير، غير لو واحد بيلعب برجليه اليمين وبيلعب على الدايره شمال زي ديانج مثلا. لما يكون حد بيلعب برجليه الشمال يختلف الموضوع. ولو فاكرين هدف كوكا او اسيست كوكا قدام الاسماعيلي اللي كان شغال يمين وشمال، الحقيقه يعني في الحالتين كان كوكا شغال يمين وشمال، فدي نقطه فنيه كانت مهمه جدا. اتكلم على بيرستا وعلى انه برضو اتفاجئ ان هو موجود في ناحيه اليمين لانه اتعود عليه انه بيلعب على الناحيه الشمال او كمهاجم لما كان موجود في صن داونز. واتكلم برضو على تصريحات جوزيه مورينيو عن انه ما ينفعش ان حد يتكلم عن التحكيم لانك بتاخد من الجوده الخاصه بناديك ومن اسم ناديك. يعني طبعا دي مشاهد استاد القاهره وللتواجد الجماهيري الجميل اللي موجود في استاد القاهره. الحقيقه تعليق دكتور عادل على تصريحات موكوينا، لازم نروح على موضوع التحكيم، لانه الحقيقه كون ان موكوينا يتكلم على التحكيم فده معناه انه ما اشتكاش قبل كده، ما كانلوش اعذار قد كده. فدكتور عادل تعال نخش على هذه القصه لانه محتاجين نفكر موكوينا بالحاجات دي. شوف موكوينا لو انت هتتكلم عليه بالتحديد بعد ما اصبح مدير فني وهو بعمر 35 عام من السنه اللي فاتت مع صن داونز لحد دلوقتي خاض معاهم 48 مباراه، لم يخسر الا 3 مباريات، 3 مباريات في مباريات كؤوس. هل الراجل ده كان بيشتكي قبل كده من التحكيم ولا ما بيشتكيش من التحكيم وهو عشان كده متضايق وعشان كده طلع اتكلم عن البيان بتاع الاهلي او الشكوى الاهلي من التحكيم الافريقي؟ الاجابه بالطبع لا، الراجل ده دائم الشكوى من التحكيم. اشتكى من التحكيم دائم الشكوى في دوري الابطال ولا في دوري جنوب افريقيا؟ لا، في جنوب افريقيا. ايه اللي حصل؟ بص بقى، الراجل ده لم يخسر الا 3 مرات في 3 كؤوس. ماشي. ان جنوب افريقيا في بطوله الدوري وثلاث كؤوس، الام تي ان 8 اللي هي من 8 فرق الاوائل، والكارلينج نوك اوت اللي هي من 16 فريق، والنيت بانك كاب اللي هي من الدور اللي بتبتدي من الدور 32 بمشاركه 32 فريق. طيب الراجل ده لما كان المدير الفني اتى كمدير فني، انا مش هبعدك من سنه ولا 2 ولا 3، يوم 7/10/2023 السنه دي، الشهر ده، اوكي الشهر ده كان نهائي الام تي ان 8 كاب. ماشي. وكان بيتواجه في المباراه دي مع ناديه السابق اورلاندو بايرتس. كويس. المباراه ديت انتهت بتعادل وذهبت الى ركلات الترجيح وخسر صن داونز بركلات الترجيح 3-1. حلو. طلع رولان موكوينا بيهاجم التحكيم في جنوب افريقيا بشراسه كبيره جدا، وقال ان موكوينا رقم 4، ان واحد من نجوم الفريق كان ليه ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. اقرا كده محمودي. هنا طبعا موكوينا فيريوس از ريفري فيلز تو اوورد ميلولي صن داونز بينالتي، انه كان في ركله جزاء لم تحتسب لصالح موكوينا. تمام. الراجل هاجم هجوم صريح على الـ 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 التحكيم الجنوب افريقيا. هل دي بقى، طب يمكن ما هي دي المره الوحيده؟ لا، انا في مرات كتيره، بس انا هجيب لك مثال صارخ لان رولان موكوينا دايما بيهاجم التحكيم، وهو مدرب مساعد في نادي اورلاندو بايرتس، وكان في مواجهه في دور الثمانيه امام نادي كايزر تشيفز، النادي برضو من الانديه الكبيره، هاجم التحكيم وقال ان جوده التحكيم عندهم في جنوب افريقيا يجب ان تتحسن. فواحد اصلا اي، بص هو ما خسرش الا 3 مباريات. انا بقول لك ده انا جايب فاتنين منهم اتكلمت على التحكيم. انت بتتكلم عن التحكيم. فانت 3 مباريات كلهم كؤوس اللي انت بتخسرهم، لان تخيل في الدوري من ساعه ما مسك السنه فاتت لم يخسر اي مباراه، والسنه دي من 8 مباريات فاز في 8 مباريات. فالراجل دائم الشكوى ودائم بيتكلم عن التحكيم، ولو مباراه خسر فيها دايما بيحط البيض كله في سله واحده، وهو سله ان التحكيم هو اللي ظلمه، كان يجب ان يستحق ان مثلا اللاعب يطرد او يحتسب له ركله جزاء، ولكن في النهايه كل ده مساء مع مؤتمر اللي عمله عشان الاهلي. وليكن كان الرد هنا حاضرا ومهم جدا على موكوينا. المحور الثاني دكتور عادل عن صن داونز نفسه، يعني نادي تابعناه في 2001، اختفى شويه رجع شويه، لكن تحول الى قوه كبيره جدا. تمام. ايه اللي حصل في صن داونز؟ بص صن داونز ده عشان تقسم التاريخ بتاعه جيدا، النادي بدا هاوي سنه 64، اصبح نادي سنه 70، وبعدين الانديه الجنوب افريقيه كانت ممنوعه من المشاركه في البطولات الافريقيه بسبب التمييز العنصري. اول ما بداوا يشاركوا بداوا من 93 عن طريق نادي كايزر تشيفز اللي كان كابتنهم نيل توفي اللي اصبح كابتن منتخب جنوب افريقيا لما فازوا بكاس الامم الافريقيه، وكان معاهم لوكاس راديبي النجم. صحيح. اللي ذهب بعد كده ليدز يونايتد، خرجوا من
الزمالك في دور ال 16 في 94 كان نادي مش تاني نادي بيشارك مين؟ صن داونز. في 95 طلع النادي من عندهم اللي فاز بلقب دوري الابطال لاول مره من جنوب افريقيا صحيح. اللي هو اورلاندو بايرتس. دون قطع كلامك لسه 0-0 النتيجه يا جماعه بين الترجي والوداد، التعادل السلبي ما يزال في تونس في الوقت الحالي ما بين الفريقين الترجي والوداد. اتفضل. حتى سنة 2000 نادي صن داونز كان نادي عادي جدا بيفوز بالبطولات المحلية فقط، ولكن حصل لهم طمة كبرى في بطولة أفريقيا في دور المجموعات إن هم اتغلبوا 6-1 من نادي أفريكا سبور. والسنة اللي بعدها على طول تأهلوا للمباراة النهائية اللي خسروها أمام الأهلي. برضو لحد دلوقتي وصول للمباراة النهائية تواجد في دور المجموعات أمر مش كبير، ولكن بدأت التغيرات الجذرية تحصل من رئيس الاتحاد الأفريقي حاليا لما أصبح واحد من ملاك النادي. في 2004 ما كانش الملك الحقيقي للنادي، كان يمتلك جزء من النادي فما كانش متحكم في كل شيء داخل النادي كويس. ولكن في 2009 امتلك النادي كله، فأصبح أنه عايز يغير حاجات كتير. أول حاجة كان عايز يغيرها يعمل إيه؟ يجيب موسيماني.